مساء الفل يا جماعة، معلش احنا في الصحراء بقى والجو، انا كنت ناوي اعمل الاستوديو بتاع بس الظروف هنا مش مساعدة قوي. اتمنى تكونوا استفدتم الفيديو الاخير، ويعني بنحاول نساعد بعض. طيب، عندنا ناس كتيرة دلوقتي من بره مصر وحتى اللي جوه مصر برضو، فهنتكلم شوية عن الامور في مصر. انا لاحظت في ناس كتيرة موجودة بره وبتسألني طب احنا عايزين ننزل مصر، نعيش في مصر، نقعد في مصر، مش عارف ايه والقصص دي. خلونا نتكلم شوية عن الوضع عموما في مصر دلوقتي عامل ازاي. طبعا احب اقول لكم اول خبر النهارده، صحينا على زياده في البنزين. بنزين 92 بقى ب 8 جنيه ونص، حسبي الله ونعم الوكيل. تمام، طبعا انا من يعني زاد، شوفوا زاد السنه اللي فاتت حوالي مرتين ثلاثه، وادي كمان مره بعد الماتش، ف حاجه زفت يعني. ده اول حاجه في الفيديو يعني. بص يا سيدي، موضوع الامن في مصر، الموضوع الامن دلوقتي يعني زي ما بيقولوا امن مستتب. موضوع الامني لا كويس جدا، ما فيش مشاكل. ومش بقولك عشان انا في مصر يعني، لا الامور الامنيه عموما في مصر، في بص من اول حته في مصر لاخر حته في مصر تعتبر كويسه. اي دوله طبعا بيحصل فيها احداث ومشاكل وبتاع، فده وارد جدا يحصل، ولكن الوضع الامني في مصر كويس وما يقلقش من اي ناحيه. خلاص، دي نقطة. فأنت لو عايز تيجي مثلا خايف بقى من أي حاجة كانت موجودة، مثلا لو تفتكر أيام الثورة والأحداث والحاجات اللي بتحصل، الكلام ده مش موجود دلوقتي، والقانون بيجرم أي حد يتعرض لحد، أي حد يسبب أذى لحد، الكلام ده كله تعرف تاخد حقك عشان برضو إيه، محدش ينقل لك صورة وحشة. خلاص، دي نقطة. النقطة التانية وهي المهم، المعيشة. المعيشة طبعا انا اتكلمت فيه 20 فيديو بالدولار وغير الدولار وبالجنيه المصري وبالدينار الكويتي، الكويتي لسه ما اتكلمناش عليه، بالدرهم المغربي مثلا والتونسي والسعودي يعني والعراقي، كتير جدا. الوضع المعيشي في مصر، كل ما معاك فلوس كويسة، يعني بالك من الاخر، لو معاك فلوس كويسة هتعيش في مصر باشا. الدنيا مزنقة وعلى قدر الإمكان يعني، قدر المعيشة كده وبتاع يعني، هنستحمل مع بعض شوية. ولكن المميز في مصر هنا إنك تقدر تعيش بأي مبلغ، وده يعني ممكن ما تلاقيهوش في بلاد كتيرة. في مصر لو معاك 2000 هتعيش، معاك 10 هتعيش أحسن، معاك 15 هتعيش برنس، معاك 20 هتعيش أحسن وأحسن، فما فوق بقى أنت في إيه، في سكة تانية لوحدك. خلاص، عشان محدش يقول لي إيه ده، أنا دلوقتي باخد معاش، الاقي حد مثلا بعت لي باخد معاش 3000 ريال سعودي او باخد معاش 10000 ريال سعودي، على طول اضرب في 3 ونص مثلا، او قول اضرب في 3 بس. خلاص، فانت لو بتاخد 2000 عندك هيعتبر 8000، 8000 بيسمعوا هنا يسمعوا معاك كويس، هتعيش كويس برضه، مش هتعيش وحش. فالحسبه دي كل ما في فلوس هتلاقي خدمات كويسه، هتلاقي بتخلص حاجات بسرعه، اللي انت عايزه هتلاقيه موجود. هو عموما اي دوله فيها كده، بس القصه كلها ان فرق ان العمله، انك عشان تشتري حاجه بتحتاج مبلغ كبير. طبعا احنا من ساعه تعويم الجنيه مع الدولار منيل الوضع طبعا، يعني مش هقول لك ان الوضع يعني ايه 100% كويس زي اي دوله، خلي بالك يعني، بس الامور يعني الاسعار زايده حبتين يعني. خلاص، ده جاي عليا وجاي عليك، فدي ايه نستحملها مع بعض بقى، وانت مستحملش براحتك خالص يعني. فدي كده الوضع المعيشي وجميع الاسعار بتاعت المعيشه سواء لوحدك او مع عيلتك، اتكلمنا في فيديوهات تانية مش هنضيفها في الفيديو ده عشان ما نطولش. موضوع التعليم، الناس بتسحد مثلا بعت لي بيقول انا دلوقتي عاوز ارجع، واحد عايش في امريكا وكندا وعايز يرجع ان هو يعيش في مصر. لو انت بقى متابع اهوت وبسالك السؤال ده، انت هتقول له ايه؟ اكيد هتقول له لا، بس طبعا ظروف الناس مش زي بعضها يعني. انا زي ما بقول لك اهو، لو انت امورك اللي هناك يا باشا يعني مش مفيش احسن من امريكا وكندا واوروبا وكل الناس، وبقى الهجره اللي بتحصل دي كلها ليه؟ لان مستوى المعيشه هناك احسن. من الاخر يعني، الموضوع مش محتاج ان انا اجمل الايه القصه يعني. بس في ناس، واحد والله بيدور على عياله ان هم يبقوا عايشين في بيئه متربيين بالدين، تعاليم الدين، الحاجات دي كلها خباك هتفرق بعدين يعني، عشان بس يعني ايه ما تفكرش كل حاجه لها ثمن. انا يعني ما بقولكش ان هناك احسن، ان هنا احسن من هناك، لا، مستوى المعيشه احسن، وظائف احسن، وضعك المادي احسن، القانوني احسن، الاجتماعي احسن، كل شيء يعني. بص انا يعني مش عايز اقول لك مفيش مقارنه، بس يعني ايه في لحظات كده حد يقول لك لا انا يعني هرجع، ولو له استثمار كويس هنا، وجودك في بلدك وانت معاك فلوس كويسه احسن من وجودك بره. لو انت بره كده كده غريب، عشان برضه يعني تبقى انت فاهم.
فمهما عملت ومهما خليت مرجوعك لبلدك عشان تبقى عارف. فوضعك في بلدك لو كان الوضع المادي كويس والامور كويسه وظيفتك كويسه او معاك شغل خاص بيك، فانت كده احسن من هناك 100 مره. انا في الاول وفي الاخر في بلدي، عارف حقوقي وعارف اللي ليا واللي عليا، وحتى لو الوضع مش اللي هو قوي يعني، بس الحياه ماشيه. خلاص خلاص، ده كده الوضع المعيشي. معاك فلوس يا باشا هتعيش زي الفل، بالمختصر المفيد يعني. بالنسبه للتعليم، تعليم بره احسن ولا تعليم هنا؟ التعليم بره احسن، عشان برضو يعني ايه، ما مش هقول لكم حاجه مختلفه يعني. ولكن لو انا الظروف حكمت عليا، انا موجود هنا في مصر والله معايا فلوس كويسه، بدخل عيالي مدارس سواء انترناشونال او ناشونال، وانت وفلوسك موجود، ده وموجود ده وموجود الحكومي، فانت الفلوس هي اللي بتحكمك. بس كوضع البلد يعني مصر، يعني بلد انا شخصيا انا بحب يعني، انا مش عشان من مصر بس يعني لذيذه، فاهمني؟ الاجواء بتاعتها والحياه والمجتمع والناس يعني زي ما بنقول عندنا يعني حلو. بس لو معاك فلوس هيبقى احلى، لو ما معاكش فلوس هيبقى الوضع صعب. سواء لو انت بص، لو قعدت في امريكا وما معاكش فلوس هتبقى وضعك متنيل ب 60 نيله باختصار يعني. فوضع التعليم بره طبعا احسن، بس لو انت هنا زي ما بقول لك كده، اختار بقى المدارس لاولادك. والمدارس طبعا كل المدارس وليها نظام والحاجات دي، ده هيفرق معاهم جدا في مستوى التعليم بتاعهم والمجتمع اللي هم هيبقوا فيه. طبعا السكن برضو، نيجي لحاجه مهمه، انت ساكن في مكان راقي هتدفع اكتر. كل الفلوس هي اللي بتحكم يعني، الفيديو ده كله محكوم بموضوع الفلوس. هتقعد في مكان راقي هتدفع فلوس اكتر، هتاخد خدمات احسن، عيالك هيبقوا نضاف، هيبقوا في مكان كويس، والمجتمع اللي حواليك نظيف، والدنيا هتبقى حلوة. هتنزل اكتر هتلاقي المستوى بيقل. ده بالنسبه لايه، موضوع السكن، موضوع التعليم والحاجات دي. طيب نقول ايه مميزات وعيوب تاني، ممكن تبقى تسالوني في الكومنتات. طبعا مثلا موضوع السياحه، انا مصر سياحه من اجمل البلدان، من اجمل البلاد في موضوع السياحه، ده لا غبار عليه. مش هقول لك بقى عشان الفراعنه، بص تعالى مصر وانت هتحكم بنفسك. واكيد انت بتشوف الفيديوهات برضو في مصر يعني ايه الدنيا عامله ازاي، بقى الحضارات والفراعنه والبحر الاحمر والبحر المتوسط وكل اللي انت تخيله في السياحه اعتقد موجود هنا في مصر. اخر حاجه والحاجه اللي هي الحاجه المهمه، لو انت في بلد بره مستواك المعيشي كويس، قبل ما تاخد القرار حاول يكون لك تجربه هنا يعني. تعال اقعد مثلا هنا فتره، اعرف الوضع كويس. طبعا اكيد مش هتعرف الوضع كله يعني، بس هتشوف الدنيا شكلها ايه، لان ممكن تعجبك وممكن ما تعجبكش. موضوع الطرق والكباري مشاريع ممتازه جدا دلوقتي، الموضوع كويس جدا، مش فيش مشاكل في موضوع المواصلات والطرق والحاجات دي خالص. طرق نظيفه، طرق جديده، الحاجات دي كلها يعني انا ببصم لك بان انا عندي العربيه، فعارف الطرق وعارف الحاجات اللي هي ايه اللي هي بتتعمل. وطبعا كل ده بتمن، كل ده بندفع ضرائب، الاسعار بتزيد ما شاء الله يعني حاجه زي الزفت. بس طبعا يعني المهم يبقى فيه خدمات بيتم تقديمها مقابل الحاجات دي. طبعا انا اتكلمنا، مش عايز اتكلم اكتر من كده يعني. اسالوني يعني، اكتبوا لي في الكومنتات كده اي حاجه انت عايز تعرفها، وانا لو عندي معلومه هقول لكم. معلش صوت عليكم، اشوفكم على خير، وسبسكرايب وشير، يمكن حد يستفاد او يبقى عنده معلومه. سلام.